المشاهد الكريم، المشاهد الكريم، نلتقي مجددا عبر فضائية الشروق في دروب مغايرة. وقبل أن نبدأ الحلقة أحب أنه أهني المشاهدين الكرام بمتابعتهم للحلقة، وخاصة الناس اللي راسلونا فيها وقدموا مقترحات جميلة للبرنامج واحتفوا بالبرنامج. وأتقدم بالشكر الجزيل للدكتور خالد البلولة أستاذ الإعلام بالجامعات السعودية على تحليله ونقده البناء للبرنامج، وإن شاء الله نقول له توجيهاتك فوق العين والرأس وحنستفيد منها كثير. هو يؤسس لمشروع وطني للفنون ومشروع وطني للصورة المغايرة والصورة الجديدة المهتمة ببناء الإنسان السوداني. أن نرحب بمحاوري الكريمين وليس ضيوف البرنامج والمحاورين اللي معاي في البرنامج بتراتبية السن في البداية. اسمح لي أن أرحب بالموسيقار، سعيد جدا والله في هذه الحلقة نلتقي بالموسيقار والباحث في الثقافة السودانية عثمان النو. مرحب بك أستاذ عثمان النو، شرفت البرنامج كثير، ويتخيل لحظة تشرف المشاهدين أيضا. مرحب بك كثير والله. أهلا بك وأهلا بالمشاهدين جميعا. اسمحوا لي أن أرحب بالشاب، ما أقول المتمرد، لكن الشاب اللي بيحفر بأظافر العزم على تجربته الشخصية، الأستاذ وليد عمر الألفي، صاحب صناعية العرض المسرح في السودان، المسرح المعروف والدرامي المعروف، والباحث ما بقول الفيلسوف لكن المختص في الفلسفة والربط بين الفلسفة والدراما، وشق دربه بوقت مغاير ووقت هو من طفولته اشتغل على المسرح. وجوده في هذا البرنامج هو من الشباب المنتظر زول يقول له يا أخي هاك وقدم عرضي مسرحي، لكن هو دفع من دمه عشان يؤسس مشروع المسرحي. نلتقي بهم مجددا في هذا المشروع، ونبدأ بأستاذ وليد العمر الألفي. أستاذ وليد، أقول لك حاجة عجيبة جدا أبدأ لك الحوار معها. زميل الصمت، شاب عمره 12-13 سنة ويخش الإذاعة ويرفض يغادر استقبال الإذاعة، ويصير إنه يلاقي الزور المسؤول هو عثمان علي الفكي، ويصير بعد ذاك يلاقي أسطورة الإذاعة السودانية صلاح الفاضل وآخرين، وإنه يقدم مسلسل يلقابوه قروش أقنع بيه الحاج. نبدأ من هنا. نبدأ من هنا. أول حاجة أنا سعيد الليلة إنه يعني اللمة دي لمة سمحة حقيقة، لمة جميلة، وأتمنى إنه نكون مع المشاهدين هم ماسي متلمين بيشوفوا فينا، لأنه أنا شايف الحوار يعني ما واقف في حدود الاستديو، انما ماشي لحدود الجمهور اللي قاعد يتابع. انا سعيد جدا جدا انه اكون في البرنامج المميز ده يعني. وسعيد يعني مع خالي استاذي النو ابو مربي الاجيال كبرك الليله كويس. زميل الصمت هو يعني اتكتب يعني في مرحلة الطفولة، يعني اتكتب هو ذاته، يعني هو ذاته قصة، هو ذاته مسلسل. يعني أنا من زمان وقع في يدي كتاب مثلا فطوالي بمشي لغيره، كتاب بسوق لغيره، نتاج حق ممارسة تربوية في مدارسنا، ممارسة خاطئة بسبب سؤال. فمرات سؤال بغير منح حياتك. يعني وانا في حصه العلوم سنه خامسه، واستاذ العلوم اللي هو حي ربنا يديه الصحه والعافيه اللي هو بيسمعنا، انا بشكره يعني برغم قسوه الموقف، فكان بيدرسنا عن الخليه. ففي الخليه انا سرحتها الحصه فيها، شنو يعني بقيت ما عارفها، بقيت انا براي بتسال. فنهايه الحصه كالعاده في سؤال، قلت له ايوه، قلت له يا استاذ علاقه الروح بالخليه شنو؟ الاستاذ ما قدر على السؤال، فكانت اجابته عباره عن كف، يعني ما تتبحر فيه، ما تتبحر، كفيت ولز وصل لبرا. يعني يا استاذ انا بس داير ازعلك، يعني قول لي بلاش فلسفه وقله ادب. داير اقول له يعني شنو فلسفه، لكن الاجابه حتكون كف ثانيه. الكف بتاعته دي خلت انه تكون في تساؤلات محتاجة لأجوبة، تساؤلات عن علاقة الروح بالخلية، علاقة الفلسفة بإذا أنا داري أعرف. دخل فيني عقدة بتاعت سؤال، إنه أنا لو سألت
بلقى يعني عقوبات يعني. فبقيت يوم وقع في يدي كتاب اسمه الهستيريا، يعني هو يعني حتى المصطلح ده العالم غادر يعني هستيريا. فالهستيريا ودتني ل يعني الشيزوفرينيا، ودتني لشنو، بقيت الكلام ده كله في الابتدائي يعني، بقيت مغرم بالقرايه. ف لحد لما بديت اكتب يوم يعني عايز اكتب دراما، بدي ارتب عن زول مريض نفسي، مشيت يعني الماحي في الزمن ده وتلاقيت مع الاطباء وشفت بيتعاملوا كيف. عمرك كم سنه يا وليد كان؟ في الزمن ده لما بديت اكتب كان 15 سنه، بديت 15 سنه. ف لكن الكف بتاعت الاستاذ، هم خطين مشات بصوره غريبه، الكف بتاعت الاستاذ ودتني لدراسه الفلسفه. لانه يوم وقع في يدي كتاب في من الكتب اللي اشتريتها يعني بعد المقدمه الجبال، بعد ما كتبت المسلسل وديته الاذاعه وجازوه وقاموا اشتروه، اشتريت الكتب اللي بتجاوب لي على الكميه من التساؤلات. لقيت كتاب اسمه مدخل جديد للفلسفه، يعني تاليف الدكتور عبد المتعال زين العابدين، رئيس قسم الفلسفه كليه الاداب جامعه الخرطوم. الغلاف ده كان اجابه اوليه، لانه الفلسفه يعني هي نوع من الدراسات اللي بدرسوها في جامعه الخرطوم في كده. فبقى موضوعي انا داير امشي يعني اقرا فلسفه، ما داير اي حاجه. فوقت كان يعني الكتاب يعني فتح لي مدارك، فتح يعني قام ساعد جدا جدا في يعني في تطوير التجارب لقدام. فهو من المراجع انا من هنا بحيي يعني استاذنا الدكتور عبد المتعال زين العابدين، ربنا يديله الصحه والعافيه، الرجل الفيلسوف يعني يعني انا كنت طوالي في حاله تساؤلات، بقول طوالي يعني امش واصل امش واصل. فدي اللي قدام في اثناء الحلقه ممكن نفوت فيها، نشوف انه يعني اسهامه في يعني في تطور المسرح وبناء العرض المسرح، يعني هل الى اي مدى انه الحياه دي كانت بتدعم بعض او لا، مع خبرات ثانيه مجاوره. يا وليد خليني اخلي العلاقه اللي خلت استاذ النو قاعد معانا في الحلقه هنا. استاذنا النو معظم الاغاني اللي الفها في مسيرته الطويله الحافله اللي بيعرفوها كل الناس دي، انه الحان قابله للتجسيد، قابله للرؤيه. يعني كانك يعني بتسمع المزيكا حقت النو بعينك كانها كاميرا. انا قاعد امثلها دائما تاليف النو للموسيقى بكتابه حمد الله عبد القادر مثلا، في رؤيته الحصيفه للواقع وللاشياء. ده يتخيل لي من انه النو مصير انه يشوف المرجعيه السودانيه لاي فكره، فكره فنان، فكره لحن، فكره موتيف، فكره موسيقى. انا علاقتي بالموسيقى علميا ما كبيره، متذوق عادي، لكن قرايتي للنو انه الناس بيشوفوا السودان عبر موسيقى النو، وبالتالي بقى عنده علاقه وثيقه جدا بالدراما، عنده علاقه بمسرح وليد الالفي، وانه شارك قدم فيه ورقه وصنفوها الناس انها من اجمل الاوراق اللي تقدمت مع متخصصين في الدراما، مع انه هو متخصص في الدراما، لكن الحاجتين مع بعض يعني. والاجناس الاجناس الابداعيه تلاشت فيما بعديات، ان الاجناس كلها تلاشت يعني، ما بقت في موسيقى لحالها، تشكيل دراما، الحاجه كلها بقت خلق صوره تبني لها بني ادم. ودي فكره البرنامج دروب مغايره عبر فرائض الشروق، فكرته الاساسيه انه يبني لنا صوره مشهديه. يا استاذ النو، علاقه الموسيقى بالانسان السوداني، انت علاقتك يعني تجربتك في الحانك، نحن قاعدين نشوف لنا سوداني قاعد عنده شلوخه، مره عندها مساير، عندها توبه، دك شلوفتها كلها قاعده قدامنا. كويس. فكرتك للتاليف يعني عاوز تخرجك وتخصصك في الدراما، وبعد ذاك بحثك الدؤوب جدا اللي بعرفه انا في الحضاره الانسانيه والحضاره السودانيه وسبق اهل الحضارات، قد تدخلك في اشكالات مع اخرين، علاقتك بالالمان بالفرنسيين، بحيات كثيره جدا خلتك انك مهتم ومغرم بانك تبني تاليفك على مرجعيه سودانيه. تلتقي مع احمد الطيب زين العابدين عليه رحمه الله، مع جعفر مرغني، مع ناس اخرين كثيرين جدا في مجال الثقافه السودانيه اللي بيعتبروها هي سابقه للحضارات كلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول ما بديت الموسيقى وانا طفل كنت بسمعها من خلاني في البيت وهم بيعزفوا كده،
وكنت بسمع من الوالدة والوالد وهم بيترنموا وبيغنوا. هي بتعمل في السعاف، بتعمل في مبنية بتاعت الجبنة دي، الوقاية كده، دي كل حاجات أنا كنت بسمع، وطوال الراديو بيكون شغال بسمع. فأهم حاجة في الموسيقى السمع الكثير، أنت بسمع كثير جدا. الأفلام الهندية أميتاب باتشان وعارف شامي كابور، راجي كابور، دي كلها غنى كنا بنسمعه ونحن أطفال صغار. فده كان عنده أثره الكبير. أربطك بعلاقتي بالدراما، أنا كنت بشاهد الأفلام كثير، وبمشي دائما السينما، وبحب الأفلام، وطوالي بتشربك في خالي حمزة الله يرحمه، بقول له يا أخي أنا داير أمشي السينما، داخلني السينما بسوقني طبعا أفلام ناس جوردن سكوت، ستيف ريفيز، الأفلام دي، طرزان، تتذكر حاجة زي دي، جانجو، أفلام كبيرة جدا بتفرج في حاجات. بعدين في حاجة تانية اسمها ذهب مع الريح، يعني بشوف أفلام أكبر من عمري، وبشوف فيها حاجات ورؤى وطريقة زوايا بتاعت ده بعد ما كبرت طبعا. زوايا دي بعد ما كبرت عرفت الدراما، عرفت زوايا، لأنه الكاوبويز عندهم زاوية خاصة بتاعت تصويرهم، حق تصوير المسدس ده وكده، يعني عندهم حركة جميلة كده كانت كل مرة بتفرج في شيء. لكن وأنا طفل كنت مش شبعت جدا بفكرة أحب الدراما وأتفرج فيها. الوالد كان مصر إنه، لأنه أنا بحب السينما وكده، فبقوم يسوقنا الله يرحمه ويغفر له، بيسوقنا حاجة اسمها أسبوع الفيلم. فالمصريين عندهم بيرسلوا لنا فيلم كده، أسابيع كده بتاعت فيلم في السينما هناك في مدني، واحد اسمه نجيب الريحاني، أفلام أسبوع نجيب الريحاني، مش بتفرج في نجيب الريحاني، سي عمر وما بعرف منو كده، سليم، كل أفلامه بتجي في 7 يوم ورا بعض. ال7 يوم نحن بنكون في السينما مع أبوي، هو بيضحك حب شديد جدا، وبقول لنا دي السينما. وانا صغير شفت نجيب الريحاني، وشفت كميه من افلام، شفت انواع مدارس مختلفه، الهندي، الامريكي، المصري مصري. وكده. بعد كده وبالعصر دايما في العصريه الخيلان بيجيبوا الاعواد والمزيكا والكمانجه، وبتقعد في وسطهم كده، انا بكون جالس في الوطن وبعايلون وبسمع، بسمع النقاشات واللزمه دي والما اللزمه دي، جو مخلوط كده دراما مع موسيقى، وافراد ورفاق اللعب اللي بيلعبوا معانا، وبنشاهد مع بعض الحاجات، غير التربيه بتاعت الحركه بتاعت الوالد في السودان، التربيه تنقل. والتعليم، الكريمت، المحاريبه، اسمها منو هي، يامبيو، مريدي، ابو جبيهه، صراع النوبة في أبو جبيهة، ناس كرنك وصاروخ لما يجوا يصارعوا، والإكسسوار والرسم اللي بيرسموه في يا وجوههم سلام يا سلام. ده يعني المصارعة دي مسرح خطير، بيلبسوا إكسسوارات غريبة جدا، وبيغنوا أغاني، والمصارع بيجوا شايلينه في طرابيزة كبيرة كده عشان يكون فوق كده. في المرة الفترات الأولى بخاف، لكن لأنه أبوي بيكون شايلني في كتفه، وبنقعد في الساحة بتاعت النايل، بعدين لاحظ أبوي ده الناظر، يعني في احترامات كده. بعدين الجماعة بدوروا الصراع، طريقة الصراع والمشي والجري وكده. كانت حاجات مدهشة جدا. الأغاني اللي بيغنوها للمصارع، الأغاني اللي كل مجموعة مشجعة بتغني للمصارع بتاع أغنياته، ولما تنتهي الحلقة هم شايلين المصارع وماشيين له كمنتصرين. المزيكا كانت كثيرة خلاص في حياتي، والدراما كثيرة في حياتي، كنت بشوفها برا وكده. ما شفت مسرح إلا بعد ما جيت الخرطوم، بديت أشوف المسرحيات لحد ما جيت الخرطوم. نوقفك هنا ونمشي نمشي نمشي لوليد عشان نربط المشاهد بين العلاقة بين وليد وبين النوى. اسمحوا لي أجرد الأسماء من العلاقة الحميمة اللي في البرنامج، بتريحنا كده، بتريحنا جدا. خلي وليد يوريك هو الأغاني. أيوه، بين وليد، مع إنه أصغرنا سيدنا وليد هنا نحن قاعدين، لكن أكثركم شيبا. يا وليد، أنت من زميل الصمت أدوك مبلغ كبير جدا بتوجيه من بروفيسور صلاح الفاضل، ربنا يديه الصحة والعافية، ومشيت اشتريت تميت مكتبتك ل1000 كتاب، وديت الوالد اللي كان مصر ككردافي قح انه تشتغل شغل الريال. قلت له ده يا ولد ده شنو ده شغل الريال؟ قلت له شغل الريال شنو؟ الدراما. خلى الوالد انه يقتنع بشغل الدراما ويبحبح، يعني انتوا مولتوا بعد ذاك، انتقلت بعد ذاك للمسرح والتاليف.
وليد الالف الخلاق قعدت في البرنامج دروب مغايره. دروب مغايره اصلا مهمته الاساسيه، انا اذكر بها المشاهدين ثاني مره ثانيه، انه ياسس صوره مشهديه نبني بها السودان الجديد. نحن سمعنا برامج كثيره جدا محبطه حتى ما بعد الثوره، الاقتصاد محبط، شنو محبط، وزير رئيس الوزراء بيقول لي حد حسي ما كوننا مشروع وطني. نحن ده مساهمتنا في تكوين مشروع وطني للانسان السوداني القادر على العبور والقادر على البناء رغم الاحباطات رغم الدمار اللي حصل. انت قررت انك تبني مسرح تواصل مسرح مع مجموعه من الشباب الما متخصصين في المسرح، والمسرح ما تاخذ منه قرش، ما تنتظر حد يمولك، وتجربة وليد الألف اللي حد حسي نجحت داخليا وخارجيا. أنا أعتقد إنها وجهت، اختلفنا ولا اتفقنا مع إنها نجحت. كلمنا عن مسرح وليد الألف. هو يعني هم التجربة في أيام الأخيرة ما بكون منصفة لو قلنا مسرح وليد الألف، يعني لأنه بقت مؤسسة منطقة صناعة العرض. لكن عشان ما نصل لمفهوم صناعة العرض فده هو نتاج يعني تراكم بتاع خبرات ومعارف منغوصه هي ذاتها ومعارف مشوشه ومعارف كده. في بدايه حياتي انا ما اتخرجتها، انا قريت غصر شباب الاطفال قسم الاطفال. بعد ما اتخرجتها يعني كنا يعني هو عمره 12 13 سنه، فكان عندي يعني الخيارات المطروحه بعد ما تتخرجها في شنو؟ يا انك اول ما تمرق من قصر الشباب وتباري النيل ويوديك الحيشان الثلاثه، او تقطع النيل ويوديك كليه الموسيقى والدراما. فديت كان خيارين المطروحات، انا اخترت يعني خيار ثالث، اتجهت غربا. طوالي مشيت مبدع، يعني لانه مشيت مبدع لكميه من الاسباب. واحدة من الأسباب إنه أنا قريت غصر الشباب والأطفال بقطع المسافة برجلي طوالي بالليل وأنا شاب صغير. يعني كنا ساكنين في الحي اسمه الانتفاضة، حي الانتفاضة المهندسين دي كان ما في، يعني دي كان عبارة عن خلا. وتخيل القصص زمان الرباطة والعوالم دي يعني. فأنا لأنه ما أقدر أقول للوالد الله يرحمه أقول له أديني حق المواصلات ماشي غصر الشباب والأطفال، فكان عندي خيار، يا اما شركة مواصلات معناتها حضحي بالفطور حق المدرسه، او افطر وامشي كداري. فقريت كداري. المعاناه دي يعني ما حاسس بها، كنت ما حاسس، انا بعيلها بشفق على روحي، هذول ليش مستمتع بعيلها منه. لو اسي قال لي امشي اعمل الكلام ده غادي يكون فيه تحديات، فكنت بعاين اذا انا يعني واحد من حلتنا يتوفرت لي الخيارات دي، ديل كيف حيتوفر لهم؟ كيف؟ منو اللي حييون؟ ده كان سؤالي. اصحابي رفقائي معي في السن دي. فمشيت طوالي، مشيت اسست فرقه. في فرقه اول كانت بتاعت اخواننا الكبار ما قامت تكفر. مشيت بنفس الاسم اسمها فرقه الوصال. قلت لهم حنشتغل الساعه 4 عصر. قعدت 4 ونص. الساعة 5 جو. فقلت لهم خلاص في المسرح ما في فرصة أولى، لكن أنا حديكم فرصة أولى. بكرة الساعة 4، بكرة جيت الساعة 4، الساعة 4 ونص قاموا يوه ناس. خليته لحد ما اكتملوا قلت لهم يعني يا إما تغيروني يا إما أنا أغيركم. فأنا حغيركم، دي العبارة، بغيركم من ناس ثانيين. مشيت عملتها في مكان تاني مع الاطفال اصغر مني. فكانت الفكره انه انا كنت عارف انا داير شو في الزمن ذاك، انا ما داير الاطفال اللي يطلعوا بعدين ممثلين خالص. لكن لما يشوفوا مسرح في التلفزيون، ما كان المصطلحات ما مفرزه دراما وهناك، أيوه. مسرحيه في التلفزيون او تمثيليه، يعني يعرفوا يشوفوها. الهدف الثاني كان انه الاطفال ديل بعدين لما يخشوا الجامعات يغرروا انه عايزين يخشوا شنو بالمناهج بتاعت اعداد الممثل، يعني انها بتهد الشخصيه وبتعيد بناها. ودايرون علمون احترام الزمن، بس ده كان كل الاهداف، يسووا مسرحيه ولا ما يسووا ده ما موضوع. الفرقه البسانس استطاعت انها تحقق اهدافها دي بما يخص ده، وقدمت للساحه المسرحيه، قدمت ناس يعني
لكن انه معظم الشباب هم هسه كانوا في الزمن ذاك كانوا اطفال في كل المجالات اللي هم فيها، يعني هم مميزين من حيث احترام الوقت كده. يعني بتذكر واحده من الحاجات اللي انضجت المنهج ده في الدفعه الثالثه، انه يعني كنت بقول لهم تعال قبل الزمن الا خمسه لكن ما الا سته دقائق. يعني انت كده انت زول سيء، يعني جاي قبل الزمن مارك، تعال قبل الزمن بخمس دقائق لكن ما قبل 10 دقائق، لانه الزمن ده حق زول ثاني. ففي دفعه فبقوم بقرون 8 شهور عن المسرح وسووا مسرحياتهم كيف كده. دفعه باقي لها 15 يوم وقمت اتخرج. اول واحد جاء بعد 10 دقائق من الزمن، واخر واحد بعد 15 دقيقه، بعد 25 دقيقه من الزمن. لميتهم كلهم انه انا لو خرجتكم انا حضركم في المستقبل، عشان كده بقول لكم شكرا لكم، مع السلامه، مش بيوتكم، وتعالوا بعد شهرين في الدفعه الجديده ابدا من اول وجديد. فدي كانت يعني كان درس قاسي، بالرغم انه المدارس اللي هم بقروا فيها وابهات وناس الحله كلهم كانوا بيطالبوا منه، ونحن مستنين يعني التخريج ده بالنسبه لنا هو زي العيد. زي ما ربيت الاطفال دي على احترام الزمن، وده كلنا عندنا فيه مشكله، احترام الزمن هو قيمه 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 انسانيه خالده جدا، وهي تربيه ما سهله يا وليد. اسمح لي نمشي ل اخوك الكبير النوم، انه في تاليفه شكل حياه كثيره جدا جميله في حياتنا. يعني فتره التسعينيات وفي الالفينين الناس عرفوا النوم عبر اعمال كبيره، وزي قبيل ما قلت بنشوف فيها روحنا السودانية. علاقة النوبة بالتأليف، انه شنو خلاك ترتبط بوجدان الشعب السوداني في تأليف؟ انه نفتكر انه نجح، انت قد تفتكره ما نجح، لكن احنا نفتكر انه تأليف له اعمال كبيرة نجحت. كده كلمنا عن التأليف، عن حق الرؤية ده عند النوم اللي بيخليك تتشابك مع شغل وليد في التربية الإنسانية دي. دائما الاستاذ بيقول يلا بيجوا يدونا المحفوظه وبعدين عشان تتحفظ، فعلا بتتحفظ وفعلا بننطق اللغه العربيه بشكل كويس كلنا بالضبط. لانه الاستاذ بيصير عليه، وثاني يوم بعد ما يجي عشان يسمع المحفوظه بيلقى الفصل كله بيغنيها. بعدين كنا بنغني باناشيد بالالحان المعروفه للفنانين المعروفين. فبقت كان عندنا استاذ، الكلام ده في مدني في البندر الابتدائيه، كان عندنا استاذ اسمه سلام ده انيق كده وجميل وسيم وشعره سبيبي كده، وبعدين بيتعطر بنشم كولونيا، تتذكر 555 ولا دي انت ما شفتها؟ 3 5 ولا الصغار 555 دي كان بيتعطر بها طوالي، بنشم اول ما يكون جاي من برا، يعني هي بتعلن عنه عطره، بيعلن عنه قبل ما يدخل. يا الله طيب طيبه شيء، ومنه على البجلد زول جميل. اوريك الاقتراح اللي قدمه الاستاذ سلام، شنو شاء ربنا يتقبله ابو الحسن ويكرمه في الدارين. قال ما تلحنوا براكم، انتوا ليه بتلحنوا اغنيات الناس؟ نقول يا استاذ كيف نلحن؟ فقام طوالي قال لنا لحن دجاجي يلقط الحبه ويجري وهو فرحان، كأن عيونه خرز له في الشمس ألوان. الله بالله، شوف السؤال ده لحنه جميل كيف، انا حافظه لحد الان. فكم ده كانت النقطه، الفصول كلها كانت بتتوارث اللحن لانه بنسمع من اخواننا الكبار. يلا لما يجي استاذ سلام يلا يا اخوانا اللي عنده لحن طالب يرفع يدي، اقوم اقول لحن شويه مختلف. لكن طبعا في عمري ده كان بتكون اللحن اي كلام، لكن في النهايه ما لحن طالع من طفل. اي قصيده تقع في يدي بحاول الحنها، وبخجل من انه اقول للناس انا عملت قصيده او لحنت اغنيه. بدت المساله بتاعت التاليف عندي كده. فلما وصلت الثانوي العالي، لا 6 سنين كده، جاء واحد جانا عمولنا اجازه كده، قالوا محي الدين صابر هيغير التعليم، السلم التعليمي. ادانا لك سادسه وما بعرف خامسه وحاجات دي، وثانوي عام وثانوي عالي. فالاجازه بتاعتها 6 شهور، في 6 شهور دي وقع في يدي عود من اخوي والصديق العزيز خالد بحيري، فبقيت بعزف بيه والعود من حنتوب، مدرسه حنتوب.
فبقيت بعزف بيه مع خالد بحيري في الخور كده قدام البيت ده، انقلق النار كله والليل كله احنا بنعزف، لحد ما لما فيني محمد ضفع الله، ده الخال محمد ضفع الله مرغب بمغنى، هو عازف كمان ليفت اشول، علمني العود، وكنت بقول له انا ايه اللي عازف لمحمد اللي انا بحب محمد اللمين، علمك محمد اللمين وبدأت تعزف في العود والف واعمل حياتي خاصه بي. نول المؤلف نقول للمشاهد الكريم نشوف نموذج ونعود ليك عبر دروب مغايره. كورونا جات ما تحنك في البيت يا كورونا جات، خليك في البيت يا اصلي سامع، خليك في البيت قفل يا شفيق، كورونا جات ما تجننونا، كورونا جات ما تجننونا، خليك في البيت ما تجننونا، كورونا جات ما تجننونا، لو راك مواصلات يجبر للدروس حب للدروس حف النجا عشان ما تيكا 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 كوكا، لو ما عندك كمامة جاذفة بشرابات بشرابات عشان ما تدخل وتدخل في حسابات، علق ايدك يا شفت بورقتين، لو عاوز تحك حك حضانك خليها بعدين، لو عاوز تدق تشك قفل قفل كربون، الكورونا دي حقيقة ما فيلم كرتون، قرقش ليمون البرتقال سلام فان فان فان، ما في عطلة جم الدكان، خليك بعيد من الزحمة يا مان، فيروس هاي كواليتي وعالي جودة، يخنين في البيت يا شفت صيب الفوضى صيب الفوضى، كل مرة نحنس فيك زي شاف على الروضة، لو عندك أي فهم تموت جوا الأوضة، شباب شباب الكورونا دي ما هي ظهر اخوانا، ده فيروس بيشيلك كده بيهدك بيجيبك الواطة، فخليك شفت امن على نفسك وعقماتك جوينتياتك كماماتك، انت فاهمني صح؟ انت فاهمني؟ هاي هاي بس حاول حاول خليك بعيد من الزحمة، او من الزحمة المواصلات الشماعة، هاي هاي بس خليك بعيد يا شفت، وقع عليك ها وقع عليك بس يا اصلي كفي روح تفري يا مالي. المشاهد الكريم والمشاهد الكريم، رجعنا اليكم عبر دروب مغايرة ومحاورنا الكرام، ما بقول ضيوفنا الكرام، وليد عمر الألفي نبدأ من تحت أصغر سنا، وأستاذنا الموسيقار عثمان النو. يا وليد، منطقة صناعة العرض المسرحي بقت عندها علاقة بالجغرافيا المسألة دي، بقت عندها علاقة ما تقول بالمنطقة الصناعية لكن بقت حرفة، أن تجبيها وليد الألفي مسرحيات مثلت السودان في هولندا في الجزائر في السودان هنا عبر السودان، الناس بيعرفوا كيلك، بيعرفوا أهل الكهف، بيعرفوا كراس حساب الجسد الثورة السودانية العظيمة، دايرين نشوف نمط التأليف وصناعة العرض عن وليد الألفي. ونحن قبيل قلنا للمشاهدين الكرام إنه نحن زول بنستضيفه هنا عنده نماذج من الأعمال أن ممكن تكون أساس نقدم به مسرح، ومن ضمن المميزات الكبيرة جدا إنك ما انتظرت زول يقول لك يا وليد هاك الأموي لك، بتشتغل في وظيفتك بوظيفة مجتمع مدني أي وظيفة كانت وبتمول عرضك، ونظرت حياتك إنك ما تأخذ قروش من المسرح. نبدأ من هنا. أي والله، لكن أنا أتمنى المسرح يديني قروش في الظرف الحالي ده مع الجاي، خلى من عهدك ده يعني. لا لا، هو ما يعني المسرح قاعد يدينه قادر ارجع له حقيقه، هي علاقه يعني بمعنى الكلمه، علاقه بتاعت تبادل، المسرح قدر بشيل منه وبرجع بدي منه قروش وبرجع له، يعني كفي الدين. المدخل في المسرح المعروف لاي مخرج بيشيل العلاقه دي، الكاتب بدي المخرج، المخرج بلم الناس. هنا المدخل للعرض منص المسرحي التقليدي المكتوب، انما العمليه قايمه على حاجتين، قايمه على البحث والتدريب، والشراكه دي يعني من تلم كلنا.
النص عندنا في منطقة صناعة العرض بتكتب بعد العرض، عشان كده يعني قاعد يكون أقرب ل يعني تحرير النص من كتابة من كتابة النص. من أجي الناس الشركاء الناس الشايلين الجمرة من أقعد من أطرح مفهوم يبدأ النقاش حوله والبحث طوال. أول تكليف في أي مسرحية أنا قاعد أعملها، أول تكليف أو المدخل لأنه الشخصيات، بقوم بحول الشخصيات إلى أبراج سماوية. بقول لك النو أنت برجك الجوزاء، اليسع برجك الدلو، أمشي أبحث عن البرج، يمشي الممثل يبحث عن البرج، مش الممثل براه، كل الناس يعني الناس مشاركين عن البرج. الدلو يكون فيه 2-4 أنفار. الدلو ده يعني شنو السمات حقته؟ الدلو الألوان اللي بحبها شنو؟ الطباع. يبقى نحن بيداء أنجزنا حاجة بما يخش تشريح الشخصيات، إنه لو الشخصيات بدلنا أخمن فده بديني فرضيات أولية. الفكرة بتاع الدلو الدلو إيه؟ الأبراج. بعد ما الممثل يعني يقوم يقبض الشخصية، العلاقات ما بين البرج ده والبرج ده على ضوء بتتبني حكايات. مثلا في مسرحة خروج التكاليف بعد الأبراج وبعد الكلام ده غنانا مرتبط بالفعل، يعني ما غنى قائم على الاستماع. نجي نقرن كلامك طوالي مع الأستاذ الموسيقار عثمان النو، وفي تأليفه لأعمال أعمال كبيرة. تعلم العود قبل في الثانوي وبدأ يبني شخصية النو المؤلف بتداخلات كثيرة جدا، تأثير الفيلم، تأثير البيئة حقت بيته، تأثير سلام، تأثير العود حق حنتوب، أيوة. الثانوية حق مدن عموما اللي كان والد شايله في أكتافه بالضبط. الحياة اللي بيشيله في أكتافه دي ألف أعمال كبيرة ومعروفة نور، يعني أعمال كبيرة ما ندري نحددها حسي، خلي إنه يحكي عنها وبيرتكز على شنو في تأليفه لحد أنا ما تكون أردد الشغل ده ورا النوم، إنه بيرتكز شنو عشان الكلام اللي خلاه نجي نتحاور معه هنا. أنا بفتكر إنه الزول لو داير يكتب قصة يقرأ قصص كثيرة، لو داير يكتب أي حاجة عن الدراما يقرأ دراما كثير بيكتب، وبنفس المستوى داير تعمل موسيقى أسمع كثير، فكان لازم نسمع كثير. وما قمنا بنسمع اي حاجه بتتعمل، مديح حاجه بتقول تم 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 كده لحن لازم اسمع، مديح اغاني شعبيه، اغاني من اغاني بتاعت القبائل الموجوده عندنا في السودان وكده، ده كله بنسمعه لانه موجود في المدينه بتاعتي. المدينه اللي انا قمت نشات فيها مدني دي فيها كميه هائله جدا من الوان من الفنون. الحاجه دي كلها كانت بتغذي فيني بدون ما اكون منتبه لانه انا قاعد اسمع وقاعد القى وقاعد اجد. بعد ما بديت اسمع الناس التانيين كانت في نشاطات بتاعت فرق موسيقيه بتقام في البلد هناك، فرق البوليس، جاز البوليس، دي كلها بنمشي نتفرج فيهم وهم بيعزفوا وبيغنوا وبنتفرج في طريقتهم في اللي بيعملوا. فكان بتمنى انه يكون عندنا ده. كنا شويه شويه بنشوف بعض المرات في الصور جاكسون فايف، تمتيشنز، ما عارف ديل، الفرق دي كنا بنسمع ناس افريقيا، مانيو دي بانجو،
بيلوتيلي والشباب دي برضو بنسمع في برامج الرياضة مرات بتكون شعارات عبارة عن أغنيات بتاعتهم. فده كله لما حصلت لنا التغذية الشديدة بال 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 بالألحان بقت تطلع منا ألحان، بعد شيء بقت في الثقة بأنه والله اللحن ده حلو. بعدين أنت أول زول بيعجبك لحنك، بعد شيء بتحس بأنه بايخ، ثاني بيعجبك، بعد شيء بتحس بأنه كذا أقدمه يا ربي بينفع ما بينفع كذا. تستشير أقرب الناس ليك بتغني قدامهم بيسمعوا بيقول لك يا سلام والله دي حلوة. التحفيز اللي بيجيك من الرفاق، رفاق اللعب ديل اللي بنلعب مع بعض وبنعمل الحاجات مع بعضنا، إلى أن جاء اليوم أنا دخلت فيه المدرسة الثانوي العام، وبيجي بعد كده في جمعيات أدبية، بيجينا نشتغل دراما. الأساتذة كانوا مشجعين للحاجة دي. أول احتفال كان بتاع وخلاص دخلت الثانوي العالي، جيت المدرسة كده الاحتفال بتاع استقبالنا نحن سنة أولى، لقيت ولد بتاع جيتار كده لابس بنطلون شارلستون كده، شارلستون زمان ده كلياقة العالية كده موضة كانت كده، لابس لي جيتار تشك 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 تشك. قلت يا سلام والله ده بيعزف حاجة جميلة، أنا بعزف عود وده بيعزف جيتار. انتهى طلع من المسرح مشيت سلمت عليه قلت ازيك أنت بتعزف جيتار بطريقة جميلة، أنا برضه بعزف عود. أنا اسمه عثمان. قلت اسمك منو؟ قال لي اسمي الفاتح حسين. يا الله ازيك يا اخو انت من وين؟ والله انا من دردك. يا سلام يا اخ خلاص انا بجيك في بيتكم عايز اتعلم الجيتار ده. الوقت ده اخو بيعزف المركبات السبعه دي دو ري مي فا. فمشيت معاه بيت وبقينا نشتغل في الجيتار سوا. بعد كده تغذينا بالسمع، السمع الكثير للموسيقى الغربيه. الموسيقى الغربيه منظمه، لكن انا بعتقد انه ما بعبقريه وقوه الموسيقى السودانيه. يا سلام. الكلام ده انا مسؤول منه وداري يطعن اللي يطعن. الاغنيه حقتنا اكبر منهم بكثير، لكن هم منظمين شديد، احنا ما كنا بنعرف ننظم بش بمقدراتهم. بعد ذاك لما بديت اعزف وجينا دخلنا معهد الموسيقى واشتغلنا جاز مدني الثانويه، مدرستنا عملت فرقه جاز وكنا بنشتغل الغنى الغربي وكده، وسجلنا بعض الحاجات في تلفزيون الجزيره، الدوره المدرسيه، وجانا الاستاذ انس العاقب ربنا يديه الصحه والعافيه يا اخ، والاستاذ المرحوم علي مرغني ذكروا عازف الكمان. ايوه ايوه ايوه. وقاموا قالوا لنا يا اخوان لما تيجي تقدموا لنا في معهد الموسيقى يا سلام حتشيلونا. ايوه يا سلام. طوال ما شينا قدمنا معهد الموسيقى وجينا دخلنا في المعاينات ودخلنا معهد الموسيقى، بدينا نقرا في معهد الموسيقى. لما دخلنا في معهد الموسيقى كانت الفكره بتاعت فرقه دي اصلا خلاص نضجت تماما، نضج سيطرت عليك. اي سيطرت. انا كنت في البدايه بفكر اعملها براي وانا ما اعرف، لحد ما لما لقيت الفاتح بقت الفكره بتاعت التكوين للموسيقى ده للفرقه شيء مهم، لكن شكلها كيف؟ هل هي موسيقى فقط موسيقى بحته، ولا غنى، ولا موسيقى وغنى، ولا في غنى حيغني واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا مجموعه؟ ده تصور لسه ما كان في البال، لكن اللي كان في البال جيتار اكون فيه اعزف بيه. اول ما دخلنا المعاينات قام الفاتح قال لي انا حاخش واقول انا عايز جيتار، وانت لما تخش قول انا عايز بيز، عشان بعدين اصل الفرقه بتاعتنا حتكون بتاع البيز وانا بتاع الجيتار. من الوقت ده نحن بنبني، احنا اولاد ثانوي عالي جايين اولاد مدني كثير كده. أيوه. حاجة الزمان دي وجالستون طلع ما فيه حياه زي دي. فلما صلع ما كان فلما بدينا دخلنا وطلعنا من الـ من الـ المعاينه انا بتاع بيز والفاتح بتاع جيتار، وخلاص بدينا ندرس ونجتهد ونشاهد عشان نقوم ندخل. حتى بدأت التحديات بتاعت نقرا السولفيج بدون ما نذاكره، نجي نقرا سايت ريدنج كده عشان نكون القوه والثقه. والاستاذ بتاعنا بتاع السولفيج الله يرحمه كان الاستاذ عمر الخزين، ربنا ان شاء الله يتقبل وقبول حسن. هذا الرجل كان صارم وطريقته في التدريس قويه، وبعدين بيقعد لك بالبيانو يلا يقوم يقول ابتدي اقرا، لما تقرا غلط ما بتتعب تعب شديد معه. تحياتنا للبروف الفاتح حسين، تحياتنا للفاتح حسين الصديق الجميل، ربنا يرد معلق ورب حسي ربنا ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه. دقيقه اكمل لك حاجه الله واصل عشان اوريك نحن بنلتقي كيف في المساله بتاعت الدراما. فلما دخلت المدينه اللي هي مدينه ام درمان ومدينه الخرطوم المختلفه شويه من مدينه مدني، مدني بيجيها المسرح لكن ما بقدر اشاهده. وبتجيها الفرق الموسيقيه طوالي بشاهد. فلما جينا هنا وبقت في المسرحيات فاضل سعيد
رحمه الله. كنا بنسمع زمان ابو قبوره وابو دليل وديل بنسمعهم في في الراديو فقط وبعدين ناس تور الجر وكذا. لكن لما بديت اشاهد قامت بدت معي اول حركه بتاعت تعال نشتغل في المسرح سوا. ومن مشينا شفنا الاستاذ محمد ادم المنصوري هذا الرقم الجميل الكبير ربنا يديه الصحه. فكنا بنمشي وهو بيشتغل موسيقى التصويرية للمسرحيات ومرات بيشتغل لايف بيكون قاعد في الكواليس ومرات بيشتغلها يسجلها. وما كان حتى هو ناضل عشان تبقى الموسيقى التصويرية جزء من الدراما ويعترف بها. ولما يقوموا يزيعوا الأبطال والمخرج والكاتب وكذا لازم يزيعوا الموسيقى محمد آدم المنصوري. بدينا نشتغل معه بعد ذاك كنا بنتفرج إلى أن ظهر العميري الله يرحمه وأحلام الزمان بعد شوية نبتة حبيبتي بعد شوية دي مسرحيات حضرناها واشتغلنا فيها اشتغلنا فيها شغل بشكل مرتب كويس جدا جدا. فبعد كده بقى المسرح والدراما عندي متحركات مع الموسيقى. لكن كان المستوى حق حركتهم ضعيف. ليه؟ لأن المسرح ما متواجد كثير. بعد ذاك بدت علاقتي مع فرقة الأصدقاء علاقة كبيرة قوية. اشتغلنا حبز لمبزازة اشتغلنا كم مسرحية للأصدقاء. أنا اشتغلت الموسيقى والمؤثرات بتاعها. هم جايليننا كانوا في الـ في الـ في الـ في كان جزء منهم معنا في المعهد وكان جزء منهم غير المعهد. الفترات دي كلها أنا كنت مهووس فيها بالدراما مهووس بالسينما والتفريج الكثير وكنت بتفرج وبعاين بيعملوا في السينما في العالم بيعملوا كيف بيعملوا السينما كيف بيعملوا التصوير كيف بيعملوا كده. أكتر زول كان شاديني شديد اسمه سكوت برادلي بيشتغل الموسيقى التصويرية لتوم أند جيري. بعد فترة بعد بديت أتفرج وأتفرج لحد ما لما فيني الأستاذ الكبير الجميل الفنان هاشم صديق ربنا يمتعه بالصحة والعافية ربنا يمتعه بالصحة والعافية. وجاب لي مسرحية اسمها السيد المسيح نجم عالمي عليك الله شاهد المسرحية دي كان بيدرسها في الكلية لسنوات طويلة في المعهد درسناها انت شاهدتها. بعد ذاك قام ساقني بقى يديني بعض الحصص في النقد وكيفية الرؤية السليمة. بقيت اتفرج بطريقة ثانية مختلفة غير الطريقة الأولى. زمان بتفرج فرجة المستمتع هسه أنا بتفرج فرجة المستمتع وبشوف الحرفة. شفت الحرفة هم هاي بتفرج شفت الزول اللي بيعرف الحرفة الموسيقي هنا عمل كده ليه وهنا ما عمل ليه. هي دراما موسيقية المسيح نجم عالمي للمشاهد الكريم وربطوا فيها لأول مرة استمرت سنوات طويلة جدا كمسرحية في لندن وبعد ذلك تحولت لفيلم عالمي استمر برضو من أشهر الأفلام العالمية. وكان المؤلف الموسيقي خطوه في مرتبة واحدة مع المخرج يعني كان هو مخرج المؤلف الموسيقي كان مخرج. فأنا قمت مسكت في المؤلف مخرج دي. بعد ذاك بقيت اتعلم قصه لما يجي المخرج يقوم اقعد معاه وريني ما وراء النص انت داير تقول شنو في النص ما قلته عشان اقوله بالموسيقى. وهنا بعدين اشتغلت كثير مع المرحوم عماد الدين ابراهيم الله يرحمه ربنا يرحمه ويغفر له. فكان في المسرح بنشتغل مع بعض بنقعد في البيت نبتدي نرتب المسرحيه عايز اقول كده ونقول كده ونقول كده. هنا مناسب صوت الاله الفلانيه هنا مناسب صوت الاله الفلانيه هنا عايز صوت بشري هنا ما عايز صوت بشري. والاثنين شعراء غنائيين يا سلام يا سلام فنانين الدين عليه رحمه فنانين الاثنين شعر غنائي. فكنت استفدت جدا منهم في شكل الحاجه دي قامت حولت طريقتي للغنى بطريقه بتاعت رؤيه وفكره الدراما ذاتها. حاجه ثانيه مهمه لما اشتغلنا المسرح الغنية بتاعت دي المدينة ودي لدي دي غنية في مسرحية. الغنية بتاعت نعمة خيط أخت الغلابة تدي للجيعان لقيمة وتدي دي غنية بتاعت مسرحية. الغنية بتاعت الناس في بلدي يصنعون الحب دي غنية اسمها سأقتلك سأقتلك لأن الناس في بلدي يصنعون الحب كلامهم أنغام روهم مساء. كان الشغل بتاعي شغل مسرح. أغلب الأغنيات اللي أنا حولتها في الفرقة كانت أغنيات بتاعت دراما اصلا بدت اغنيات بتاع الدراما. حصل ليها نقل من الخشبه المسرحيه للخشبه بتاعت الغنى. فلما تغنيها جوا المسرحيه بتغنيها بشكل مختلف لما تغنيها لمستمع تاني لكن نفس الماده. بعدين نرجع مع النولي علاقته بالتراث السوداني وانه بعد ذاك نبني لقدام احنا كيف لبناء انسان سوداني.
اسمح لي ارجع لاخوك الصغير وليد اخوي الصغير واخوك الصغير وليد الالفي. وليد الالفي منطقه صناعه العاصمه المسرح انتجت مسرحيات كثيره جدا. انت شاب يعني لحد ما كنت معروف في الوطن هناك، قمت ترشح لك مسرحيه تشارك بها في الجزائر، مسرحيه مغله في السودانويه اللي هي كيلك اظن، مشيت بها الجزائر، استقبلوا كيف المغرب المغاربه والعالم الثاني ده، وقدروا كيف تواصل معاهم بفكرتك السودانيه؟ انت ما تنزلت منها، ما تهزمت قدامهم، قدمت لهم مسرحيه، بعد ذاك مشيت هولندا باهل الكافو وحتات ثانيه كثيره جدا. ايوه مسرحيه كايليك، الاسم كامل كايليك، الفا اخرج اشا ابو بكر ادم، ده عنوان المسرحيه. فلما جينا بقى اول مره في مهرجان كايليك، كايليك دي قريه في دارفور، قريه في دارفور اتعرضت لاباده، بمعنى كلمه الاباده الجماعيه اللي كان بتمارسها الحكومه اللي فاتت، ارجو الحكومه دي ما تكرر نفس الحركه في اي منطقه. فانه في دارفور كايليك من ضمن غرى كثيره حصل لها ضرب، يعني اتحرقت القريه دي يوم 18 مارس 2003 من ضمن عشرات الغرى، كايليك ومقرا وفوقلي وروكيرو المناطق دي. المسرحي يعني انا لقيت الحكايه في كاس، لانه هم جو كاس الناس، شوف الناس ودموعهم ودموع الامهات والحبوبات والنسوان والقصص الكثيره المأساويه دي. انا مشيت شغال في مجال الحقل الانساني، ما كان في طريقه، يعني كان عندي واحد من الخيارات، يا اما انا ارجع الخرطوم ولا اشوف صرفه، لانه خلاص بقيت مشحون بمعاسي، يعني انت بتنو وقصص استمرار وفي حياه قدامك انت شاهد. فبديت اكتب قصيده عشان شوي اخفف، القصيده اسمها كايليك، يعني فيها زي احتزار لكايليك فيها كده. ما نفع، كتبت قصيده ثانيه، كتبت اربع قصائد، يعني كله لسه انا مليان. جيت الاجازه الخرطوم، كنت بشتغل مع طالبات مدرسه العلوم الاداريه بجامعه الاحفاد، دي الأول ناس اشتغلوا مسرحية كايليك، فقمت اشتغلت معهم المسرحية دي. فكان الناس بعد العرض كل الجامعة في أسبوع المرأة قاموا كانوا بيهتفوا كايليك كايليك، فكانت مظاهرات من حدود المسرح لحد الباب الشارع. فال يبقى إنه مسرحية كايليك بنسخة طالبات مدرسة العلوم الإدارية، ناس شادية عنتر وناس دلال و زينب والبنات دي، بس هم امهات انا حيوم من هنا، يعني بس هم يعني موظفات وفي مختربات. فالبنات دي اول ناس يناقشوا قضيه دارفور مسرحيا قبل انسان دارفور نفسه من المسرحيين اللي اشتغلوا المسرحيه الشباب. لما رجعت دارفور اشتغلتها برضه مع الشباب، جيت بقى المهرجان بتاع البقعه، لانه انا فاهم كويس الذهنيه بتاع الزملان المسرحيين، اتلعبت بهم حقيقة، اتلعبت بهم. يعني انا دايما قاعد احب اعمل عرض جوا عرض، قمت غشيتهم من الصالة ببيت كوري كايليك، ما شفتوا كايليك؟ قاموا صفقوا ليها وصفروا باستهتار، كويس باستهتار، يوه خطيرة ممثلة خطيرة. لما اتفتحت الستارة ديكور جديد على المسرح، على المسرح دخلوا ممثلين قالوا نحن جايين من بعيد دارين نقدم لكم مسرحيه وخلاص. فنحن الزمن داك في حماس ووجهه نظر في بعد ذاك وليد ارتبط لزمن طويل جدا بقضيه دارفور. ايوه كويس، وحتى مسرحه السبق كله بالازمه حقت انسان دارفور. يعني ربنا يسلم انه تكون السودان وطن يسع الجميع والمواطن للجميع. للأسف الشديد أنه البرنامج محكوم بزمن، أنه المستقبل في مشروع وطني للفنون للإبداع عموما، في بناء إنسان قادر أنه يعبر بين للعالم ده. نحن عندنا بنرتكز زي ما تونسنا معاك قبل أنه نحن أصل الحضارة،
أصل الحضارة دي ما تكون قول ساكت، بالفعل نعبر كيف بالفنون دي في وقت وجيز جدا. نمشي لوليد بعد ذاك نودع السادة المشاهدين. الفن قائم على الحرية، حتى لو اتدخلت السياسة بحسن نية، السياسة لا تفقه في الفنون شيء. السياسيين لا يعرفون عن الفن غير أنه أداة يمكن يستغلوها لخدمتهم. يوم الدارين حرب غنوا لنا الحرب، يوم الدارين سلام غنوا لنا السلام، خلونا في حالنا. الكلام ده قاله الأستاذ الفاضل سعيد في أول اجتماع مع وزير ثقافة، وكان الفنانين كلهم موجودين. قال خلونا في حالنا، نحن بنعرف نعمل الثقافة وبنعرف نعمل الفنون وبنعرف نخلي ثقافتنا كيف مفيدة للفنان. وأي عدو من خارج السودان عايز يحاربكم، ما بحاربكم برشاش، بحاربكم بأن يدخل عقول أبنائكم. يا سلام. فلما نجي نحارب عشان نقوي من نفسنا ونكون قويين، أقوى شيء في الشعوب ثقافتهم، أكثر شيء يعتز بالشعوب ويحبوه ثقافتهم. فخلونا عشان نشتغل برانا بمنتهى الحرية، خلونا في حالنا، ما دايرين نعض عليها بالنواجز ونبقى عليها عشرة، ونبقى عشرة على الوليد. فرؤيتي أنا ذاته بفتكر إنه يعني الفنون قادرة إنه تنتج ثورات. يعني أنا في ثورة ديسمبر قدمت كرة حساب تترحم على الشهداء، وأتمنى إنه الحياة تكتمل. يعني إنه مش مجرد قدمنا كراس حساب مسرحية إنها بالجاري، إنما هي أفتكر إنه كانت هي جزء من صناعة الثورة، نتائج تراكم لعروض تانية. لأنه مثلا الكاست وبتاع خروج وجمهورهم الايقونات الثوره، فمسرحيه كراس حساب ما جات بعد الثوره، انما نبتت من داخل ساحه الاعتصام نفسه. كنا شغالين ورشه، انا جيت الميدان، انا حاعمل شنو في ميدان الاعتصام؟ يعني انا اهتف، انا بعرف عندك شغلي. عندك رسالتك بتقدمها. انه استخدام المسرح كوسيط علاجي للشباب المتضررين من الغم، من كده. القصة دي هي اللي خلت انه تكون في مسرحية، وتكون في مشاريع مسرحية مثلا فيها الكاست قريب 100 نفر، دي كلهم حول التجربة، لو جوا الخشبة او برا او برا او في الكواليس. فانا سعيد جدا انه استاذنا عثمان النووي انه شاف العرض في مستوياته المختلفة، وبكل محبة جاء قال انا ده رايي في المسرحية دي. اقبلوا كلامي ده يعني، وقال بكل تواضع يعني لما رجعنا قرينا الورقه، نحن قدام ناقد ما تقليدي. ليه؟ لانه قاعد افتكر انه الناقد في السودان ناقد ادبي، الناقد المسرحي ناقد ادبي اكثر من كونه ناقد فني. يعني الناقد ما قاعد يفهم في الضوء، ما بفهم في كثافه الضوء، في تحولات الاضاءه، في تحولات الازياء، في بدا. فده يعني حيشرب المقلب حق الحكايه ودلت الحكايه. العالم الاصل نخلي الابواب مشرعه للامل لقدام، الامل الابواب مشرعه للامل ان شاء الله الامور كلها على امل. احنا نفتكر انه احب احيي جمهور منطقه صناعه العرض التابعونا في مهرجان الصناعيه المسرحي عبر الانترنت. بيقولون انتم موعودين يا اصدقاء منطقه صناعه العرض بمهرجان الصناعيه المسرحي على خشبه المسرح، وموعودين بشراكة فنية. يعني احنا نتعلم من التجربة دي انه كيف التجربة الموسيقية، انه كيف نتاوم نعمل توأمة بينه وبين المسرح لغناعة، انه الموسيقى في السودان اكثر نضجا من المسرح. كلام كثير جدا ما تقال في الحلقة دي، خلوني اسمح انه اكرر تحياتي عبر دروب مغايرة للمشاهد الكريم والمشاهد الكريم. نقول لهم خلوا ابواب الامل مشرعة، نشيع الحب بيناتنا والأمل بيناتنا الكبير جدا أنه نعبر عبر إنسان هذا السودان اللي بنسعى كلنا عبر الفنون وعبر الإبداع أنه نبني إنسان قادر على أنه يصلح ما فسد من سنوات طويلة جدا من التراكم من الفساد. خلي أملك كبير جدا، أبني فكرتك الذاتية وازرع شجرتك، خليها تنمو وتثمر. وإلى أن نلتقي في دروب مغايرة في الأسبوع القادم، لكم التحية والتقدير والاحترام، وكرر التحية لعثمان النو وليد الأفي، ولك أيها المشاهد الكريم، شكرا جزيلا.